بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. حضراتكم ده أول فيديو أصوره بعد التخفيضات ما انتهت. أنا عايزة أقارن لكم بس التخفيضات بتفيدنا قد إيه، ولما التخفيضات بتنتهي بتبقى الأسعار عاملة إزاي. دي طبعا أطقم جرانيت كوري تورنادو أو تورنيدو، يعني 9 قطع. الأول في التخفيض كانت بكام؟ ساعة التخفيض كانت ب549 ريال، لما التخفيض انتهى رجعت تاني سعرها بقى كام؟ بقى 799 ريال. يعني بقت ب799 ريال، الموديل القديم والموديل الجديد بقى بكام؟ ب799 ريال. انا بوريكم بس ان التخفيضات بتبقى مفيدة جدا جدا يعني، واللي ما بيلحقش ياخد في التخفيضات بيبقى خسر كتير. يعني جهزوا حالكم كده ان شاء الله على خير، ولما يعملوا عروضات هلت عروض الخير يعني اللي هي في قبل رمضان يعني وكده، عشان رمضان خلاص يعني بقاله شهرين ونص كده على الابواب. يعني كل عام وحضراتكم بخير، يعتبر بالظبط شهرين ونص، احنا يعتبر في نص الجمد الاخر. كله بقى بكام؟ بقى ب799 ريال، التورنيدو 9 قطع والموديلات بتاعته. يعني هو في منه كذا موديل، الموديل القديم والموديل الأحدث والأحدث منه، كله على 799. بصوا بقى اللي هو ال7 قطع بقى كام؟ بقى ب599. الأول كان ب300، يعني كان نازل في التخفيض كان ب375 ريال، وفي مرة في الصفقات اللي هو السبعة قطع ده كان ب366 ريال. يبقى التخفيضات حلوة. انا بوريكم بس الفرق بين التخفيضات وبين الاسعار من غير تخفيضات. يعني ده السبع قطع بقى بكام؟ ب700 ريال، ب600 ريال اصلي. ال9 قطع في التخفيض كان ارخص منه. ده يعني يعتبر في التخفيض كان ب399 ريال، رجع تاني سعره بقى بكام؟ بقى ب477. ده جرانيت روكي والحواف سيليكون والغطاء ازاز. ده مش علوم اسعار، ده بس اللي عليه سعر ب499. يا ريت لو ترجعوا للفيديوهات القديمه هتعرفوا الاسعار كانت كام وبقت كام. برضو دول متشال علوم الاسعار، شكله هيحطوا اسعار جديدة. ده كله ستلس روكي صيني، لا عليه الاسعار ايه. طبعا دول ما شاء الله كان كله معلوم تخفيضات رهيبة، اللي هي عروض نهاية العام اتشالت كلها ما شاء الله، اتشالت كلها العروضات يعني اتشالت. دي اللي كان نفسي اجيب منها بس ما حلفنيش الحظ ان انا اجيب، الحمد لله. تقيلة بس عيبها دي ان هي ايه، اقول لكم اللي حصل معايا. كنت جايبه منها حله اتقشرت من هنا من الحواف دي يعني، بس هي ايه ما شاء الله بصراحه يعني
الحاجة ما بتلزقش فيها ابدا ابدا ابدا. الفيترو دي، فيترو السيف دي بصراحة الحاجة ولا بتشيط الحاجة. اقول لكم ايه، يمكن احسن من الجرانيت، ما بتشيطش الحاجة ابدا ولا بتحرقها بصراحة. يعني انا عندي حلة صغيرة مش عارفة مقاس 18 ولا مقاس 20، جميلة جميلة جميلة. هي عيبها بس ان هي ايه، قشرت لي من الحواف دي. هي دي بكام؟ ب 43 وتقيلة ما شاء الله. القلايات والطواط بجميع اشكالها والوانها، روكي الماركة دي كويسة. عشرين سنتي بفرقكم الاشكال، بس لو قعدت اقول اسعار الاسعار هتبقى صعبه عليا. في تيفال، دي التيفال الاصلي الفرنساوي، برضو الناس بتشكر في اللي هي زي خليه النحلي. طبعا مفيش تخفيضات، التخفيضات خلصت اصلا. دي ب 54، السيف دي التيفال، بس دي السيف. دي طقم مع بعض، لا اركزي لا، بس مش مكتوب على مقاس. ما اكيد لسه هيظبطوا الاسعار يعني بعد التخفيضات. دي مجموعة القلايات الموجودة عندهم، دي كان عليهم عرض، دول اللي هما التورنادو الكوري دول. انا اول مرة بصراحة اصور المساحات والجاروف. الجاروف ده بقى ما يتعبش، الجاروف ده ب 33 ريال، بتيجي معاه المقشة بتاعته والعصاية. لا ممكن تكون مكنسة مع جاروف، مكنسة مع جاروف ايوه ب 33 ريال، بس ما شاء الله تحس ان هي اصلية وقوية يعني قوي. وهنا عشان الحاجة تتكنس على طول. طيب يبقى شكلها كده. دي ب 24 ريال مع بعضهم دول، بس ام 33 احلى. نختم هنا ان شاء الله ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.